بعد ما تابعنا نور المادة التالية عن صدى، أكيد بيسعدنا أنه نرحب بكل من ضيوفنا دانا حمودي وربا راجع، حضرتكم أيضا عضو مجلس إداري تنفيذي بجمعية نريد أن نفرح. سعد صباحكم. صباح يا سعد، صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الأخبارية. قبل ما نحكي عن الفعالية وجانب الإنساني الكبير اللي فيها، خلينا نحكي عن جمعية نريد أن نفرح. نعرف الناس أكثر عن هي الجمعية، يمكن اللي بيسمع اسمها ضغري بيبتسم لأنه فعلا هيك بيعطي نوع من الفرح بقلوب الناس. شو نشاطاتها وشو هي الفعاليات اللي بيقوم فيها؟ هلا جمعية نريد أن نفرح هي جمعية أسست بال 2015، أشرت بقرار 1496. طبعا من أهم أهدافها دعم حقوق المرأة، دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، تدريب الكوادر الشبابية لحتى يقدروا يكونوا موجودين ضمن مجتمعهم ويقدروا يعملوا بالعمل المجتمعي والتطوير والتمكين، يعني يمكنوا الكوادر الشبابية يتمكنوا ويمكنوا غيرهم. نعم، حننتقل لدانا لنتعرف أكثر عن سبب الاهتمام. دائما فينا نقول الفئات سواء الصم البكم وأي ذوي احتياج خاص بيكون لهم هيك نصيب من التعامل الخاص، يمكن قديش كمان حقق شيء إيجابي ساوى صدى، خلينا نحكي إيجابي. كتير حبينا نشتغل مع هاي الفئة ونسلط الضوء عليهم، فرج إنهم عن جد عندهم مواهب بس كان لازم يعني صقل، وكان لازم مثلا مثل هي الورشه لتطلع مواهبهم. هن امبارح كان بالمعرض الصور يلي كانت موجوده كان فيها ابداع حقيقي، كان فيها عن جد موهبه حقيقيه بس كان بده حدا يسلط الضوء عليها. فنحن كنا كثير مبسوطين انه دعمنا هي الفئه تبع الصوم وكان المعرض كثير حلو. يمكن الرساله اللي موجهه من اسمها صدى لتعمل صدى عند الناس وتلفت النظر انه يعني نحن ما بنحب نسميهم ذوي اعاقه، ذوي احتياجات خاصه، انا بحب سميهم ذوي امتيازات خاصه لانه دائما بيكون في عندهم ابداعات ومواهب مكنونه جوا، اذا سلطنا الضوء عليها ورعيناها بيكون يمكن جوا كل حدا فنان صغير لازم نرعى. قديش مهم فعلا الاهتمام بهي الفئه، قديش مهم دعمها لما نمكنهم. فعلا في كثير من الناس عندها اعاقه بسيطه بس فيها تندمج بالمجتمع، فيها تشتغل، فيها تكون عضو فعال حقيقي على الأرض. هو بصراحة نحن يعني هاي الفئة بالذات ما يعني عم نحاول نخليهم يندمجوا مع المجتمع لحتى يقدروا يقدموا هاي المهارات اللي مكنونة جواتهم. فنحن بهاي الورشة اللي قدمناها لهم وبعدين طلعنا على المعرض دربنا تقريبا 20 شاب وصبية على مهارات التصوير الاحترافي وخليناهم بهذا المعرض صورهم هي شلون بيعبروا عن السلام، وهذا اللي شفناه. فكل صورة عن جد كانت الصور كتير كتير حلوة، يعني حدا أطفال، حدا الجوانب مع الكنائس، يعني كل واحد عبر عن السلام بطريقته وبطريقة كتير حلوة. يعني قديش كمان بيعطي نتيجة الشيء الناجح لألهم، قدي بيعطيهم دعم لنفسهم ولغيرهم اللي عم يتفرجوا عليهم انه هدول الأشخاص عندهم هالكمية من الإبداع، قديش هي شغلة إلى شيء للي عم يشوفهم للي عم يطلع فيهم حتى لأهليهم. أكيد مبارح كان في مجموعة أهاليهم وفعلا نحن كل شوي كنا عم نسألهم مبسوطين مرتاحين، فهن كانوا عن جد كتير كتير مبسوطين وحاسين إنه ديش هن عاملين إنجاز عظيم مبارح. وأكيد هن بالشي اللي كان مبارح حياته شجاع على غيرهم إنه يدوروا على موهبتهم ويعرضوها، فهن أكيد كانوا كتير مبسوطين ومرتاحين وحققوا الإنجاز اللي هن كان ببالهم. يمكن اخترتوا كمان إعاقة إلى خصوصية الصم ليعبروا يمكن بطريقتهم من خلال اللوحات، من خلال الفن، يقولوا أنه نحن فينا نعبر بصوتنا الداخلي نوعا ما. بعتقد أكيد كل حدا فيهم قادر يعبر بس نحن يعني قدمنا شيء يدعمهم لحتى يقدروا انه يعبروا لانه كل حدا بتلاقيهم انه هن ما بدهم يروحوا، ما بدهم يجوا، ما بدهم يكونوا، ما بدهم انه يشاركوا. فنحن بهذا المعرض خليناهم انه ينجبروا انه يكونوا موجودين بهي الصور يلي هن عن جد كانت من جوات قلبهم طالعه، ويعني وضحكتهم كانت بتعبر انه هن عن جد مبسوطين جوا المعرض ومبسوطين بالانجاز اللي هن عملوه الحمد لله. أكيد يعني دائما مثل ما ذكرتي نور ودائما نحن بنذكر انه هدول الاشخاص هن عندهم كميه من الابداع، يمكن احيانا نحن كاشخاص ما عندنا شيء ممكن نتفاجأ نحن فيها. فخلينا نحكي كيف كان التفاعل، قديش كان دائما رسم البسمه على وجه اي شخص وبيمنح السعاده للمانح. دائما خلينا نحكي عنها شوي.
أكيد السعادة كتير مهم إنه نكون قدرانين نعطيها، فنحن وقت مبارح شفنا إن إحنا قدرانين نعطي السعادة لدول الأشخاص، كنا نحن كتير مبسوطين. وأي شخص أنت بتقدري تعطيه السعادة كمان أنت بتكوني مبسوطة وبتحسي حالك عملتي شيء، فكيف هي الفئة من المجتمع، فهذا الشيء كان كتير مهم بالنسبة لنا. الجمعية تأسست بال 2015، خلينا نحكي عن تاريخ الجمعية شوي، شو هي الفعاليات وأبرز النشاطات اللي مرت على تاريخ الجمعية؟ قلت يمكن نقطة كتير مهمة، يعني الأولوية للجمعية هي دعم المرأة، قديش اليوم فعلا قادرة الجمعيات الاجتماعية أو الإنسانية على الأرض دعم المرأة رغم كل يمكن التطور والتكنولوجيا اللي وصلنا له، بعدها يمكن المرأة ما حصلت على حقها، بعدها في ظلم يمارس على المرأة إن كان في الوطن العربي وإن كان في العالم مو فقط عنا. هلأ نحن عم نحاول جوا الجمعية إنه نعمل الفعاليات اللي عن جد قادرة إنه تدعم المرأة. فنحن في شيء من فعالياتنا نصف المجتمع يلي هو قدمنا عمل لمئة مرأة يعني فاقدة المعيل يلي هن من الناس اللي خلال الأزمة فقدوا المعيل، فقدمناه لهم إنه علمناهم مهارة الخياطة وشغلناهم بمشغل وتابعوا بهذا المسير، وأكيد لهلأ لسه متابعين. وكمان عملنا في حملة سرطان الثدي كمان السنة الماضية، كمان قدمنا الدعم للمرأة، عملنا لهم مهم الاعتناء بالنساء اللي ما عندهم معيل ليكونوا قادرين يصرفوا على حالهم، هم يكونوا معيلين نفسهم وأولادهم. مرة واحدة عملتوا الفعالية ولا هي سنويا تقام مع عدد أكبر من النساء؟ لا هي مرة واحدة بس نحن متابعين معهم على تواصل، يعني انه هن علمناهم هاي المهارة مشان يفوتوا على سوق العمل. أوكي. تمام. ممكن بيعتبروهم كمشاريع صغيرة بيبدوا فيها. صحيح. لا اقدر لتقدر المرأة تنال يمكن تكون هي معيلة نفسها ومعيلة أولادها. خلينا نحكي عن انتقائكم أو اختياركم للفعاليات للنشاطات للمعارض، كيف عم بيكون، شو الأسس اللي عم تشتغلوا عليها وشو في شغلات جديدة انتو ناويين هيك ببالكم؟ هلأ الفترة الجاية حنشتغل على التماسك المجتمعي، حيكون كل شيء كان تماسك مجتمعي، الفئة تبعنا حتكون أغلبها شباب، حيكون عندنا كتير مشاريع جديدة جاية، حنتوسع بالأرياف، ما حابين كتير نحكي عنها خلينا وقتها، بس عندنا شيء كتير جاي أكيد، وأكيد حنتوسع بالأرياف، عندنا شيء حيخص المرأة، ممكن عندنا شيء حيخص الأطفال، حيكون شيء كتير كبير، حيكون في عندنا حملة كرمالك هي للطفل للأطفال، وفي منها قسم قانوني، فهي رح تكون شيء كتير كبير. شو بتضمن الحملة؟ هلا هي اكسكلوزيف قلنا بعض التفاصيل فيها، هي ضد التحرش الجنسي عند الاطفال. فهي حتكون حمله كبيره وحيكون فيها مسوده لتعديل القانون ان شاء الله، فهدول الشغلتين يعني طرفين حنشتغل عليهم. بس قديش مهم فعلا عم نشوف خلال الازمه سالي من بدايتها لليوم كثير من الجمعيات، يمكن مجموعه من الشباب بتلاقيهم بياسسوا جمعيات اجتماعيه على الارض، والى وقع بتلاقي كل شاب حابب ينضم لجمعيه او ياسس مع رفقاته جمعيه، فعلا تعنى بكتير من التفاصيل وكتير من المشاكل الاجتماعية اللي برزت خلال الأزمة. قديش فعلا اليوم الطفل بحاجة لرعاية؟ عم نشوف كتير كمان دورات أو ورشات للدعم النفسي اليوم من كتير من الجمعيات فينا نقول. أكيد الطفل وخصوصي بعد الفترة اللي كنا مارين فيها، فهلا أكيد الأطفال هن كتير بحاجة لرعاية، ونحن بنحاول قد ما فينا، وأكيد في كتير جمعيات لهذا الموضوع خصوصي مختصة بالأطفال، نحن عم نحاول عنا بجمعية قد ما نقدر يعني نحاول نكون قريبين من هاي الفئة، نحاول تكون شاملين المرأة الطفل الشاب. أكيد لأنه حلو التنوع، حلو إنه نشتغل مع أغلب هاي الفئات، يعني ما حلو إنه فئة واحدة بس. أكيد. يمكن خلينا نخصص شوي اختياركم للصم، ويمكن هنن هي كان في سبب معين لاختياركم هيدي الفئة وعم تشتغلوا عليها، شو السبب اللي اهتميتوا؟ هو بصراحة فئة الصم يعني فئة كتير مهمة ضمن مجتمعنا. أكيد. وقليلة حتى تلاقي مبادرات أو فعاليات بتسلط الضوء عليها، خصوصا الصم والبكم. تمام. فنحن حاولنا إنه نختار الشيء اللي عن جد قليل حتى الناس تهتم فيهم حوالينا أو جمعيات الثانية، وحاولنا أن نكون قريبين منهم أكثر بالمهارة اللي عن جد بتحسي أغلب الشباب هن حابين يكونوا متعلمين أو حابين تكون عندهم، هي مهارة التصوير يعني. ممكن يكون في لهم مشاريع أخرى غير التصوير بالأجندة الجاي، يعني حاطين ببالكم هيدا الشيء؟ طيب.
طب خلينا نحكي شو مشاريعكم القادمه. نحن عم نودع تقريبا سنه 2019 شهر شهرين، في استقبال للسنه الجديده بال 2020، بلشتوا يمكن تحضروا اولوياتكم وتنظموا وقتكم، حطيتوا يمكن بعض التفاصيل اللي لازم تكون بجميع نشاطاتكم القادمه، حققتوا الهدف الاساسي انه نحن بدنا نعمل 1 2 3 حققتوا خلال السنه هي؟ فينا نقول اكيد 2019 تقريبا حققنا كل شيء كان بدنا اياه وكل شيء كنا حاطينه. ل 2020 اكيد عندنا مشاريع كثير جايه، عندنا شيء بخص المراه، ممكن يكون عندنا شيء كثير كبير بخص الاطفال، وممكن رد نرجع نشتغل مرات ثانيه. بس قديش بيكون حافز او يمكن مسؤوليه انه حققنا كل شيء، الخطوه الثانيه لازم تكون اكبر او اقوى. ايوه، لانه دائما متى ما حققتي اول شيء اللي بدك اياه فلازم بالمرحله الثانيه كمان تحققي، يعني ما فيكي ما تحققي اي شيء لانه خلص بيكون في عندك مسؤوليه كبيره. صحيح. فاكيد ان شاء الله يا رب بنقدر نحقق كل شيء ب 2020 اكيد ان شاء الله. ربا ودانا بدنا نتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح، بدنا نبارك لكم بالنجاح اللي حققتوه بال 2019. كيف مرقت هالسنه؟ بقيان شهرين امبارح كنا عم نحتفل فيها ان شاء الله بنتمنى لكم بالسنه الجايه وحتى بالشهرين المقبلين كل التوفيق وكل النجاح لاي عمل بتقوموا فيه، خاصه العمل الانساني. شكرا كثير. اكيد بدنا نتشكركم. يمكن مثل ما قلتوا السنه مرقت سريعه لانه في نشاطات وفعاليات عم تقوموا فيها الى اثر كثير كبير وعم تبذلوا مجهود كبير، يمكن كثير من الناس ما بتشوف هي الكواليس. حاولنا خلال هالفتره الزمنيه القصيره نعرف الناس على المجهود اللي بتبذلوه لفعلا تحققوا نوع من الجانب الانساني على الارض. شكرا كثير لكم، شكرا لكم، نتشكركم على وجودكم معنا.